الراديو 90-90 هواها مصري. تعالوا نشوف من 30 لحد 1 وهناخدهم على مرحلتين. رقم 30 خطوة. طب أقول لكم السباق ده على أساس إيه؟ ده موقع عرب ساوندز اختار أفضل 30 أغنية مصرية في 2018. الموقع اسمه Arab Sounds. موقع Arab Sounds عمل هذه القائمة من خلال استطلاع رأي كبير عمله. كان الترتيب 30 خطوة مصطفى حجاج، 29 في حتة تانية محمود العسيل، 28 اتفقلوا بالخير ياسمين علي، 27 حلم بعيد محمود العسيلي، 26 آخر الشقاوة أحمد مكي ومحمود الليفي، 25 دراكولا السادات العالمي، 24 الكدابين شيرين، 23 أغلى من الياقوت أحمد مكي، 22 يا عمنا أحمد شيبة، 21 وأخيرا تامر حسني، 20 ده لو تساب عمرو دياب، 19 نساي شيرين، 18 الدنيا زاب ثروت وسريهاني وطارق الشيخ، 17 يتعلموا عمرو دياب، 16 كفاياك اعذار تامر حسني، 15 الصحاب يلا او يلا مش عارف حاجة كده رمضان الفرنس، يا سمرة ادهم سليمان رقم 14، بحبك انا عمرو دياب رقم 13، هدد عمرو دياب رقم 12، تحتل المركز رقم 11 ميت وش تامر حسني مصطفى حجاج واحمد شيبة ودياب، تحتل المركز العاشر نسيني ليل تامر حسني، لسه المركز التاسع تحتل أغنية أطاوة محمود الليثي وشيكو. 8 إعلان فودافون رمضان كأس العالم بيحتل رقم 8 كأفضل أغنية أو أكثر أغنية استماعا في المركز الثامن. المركز السابع عيش بشوقك تامر حسني. المركز السادس محمد رمضان الملك. 5 يعلم ربنا أحمد شيبة. 4 مش بنهزر إعلان اتصالة رمضان الماضي. 3 نمبر 1 محمد رمضان. 2 أقوى كارت في مصر محمد رمضان. ورقم 1 إيه؟ يب. تحت الرقم 1 في استفتاء أو في موقع Arab Sounds داريال.